إنجازات مبهرة وشخصيات عظيمة سطرت تاريخاً مشرفاً لترسم بها الصورة الأجمل لهذا الوطن، وطن عمل على الطاقات وهيأ لها كل السبل لتكون فخراً له في كل المحافل. كفاءات بحرينية رائدة رسمت أسمى معاني النجاح، وضعت نصب أعينها رفعة الوطن والارتقاء به، حاملة رسالة التميز والريادة إلى العالم أجمع. شخصيات بحرينية شكلت قصصاً ملهمة تحكي لنا سيرة أبطالها، نوثقها اليوم لتكون نبراساً لأجيال بعد أجيال تحمل هذه المهمة لأجل وطن لا يعرف المستحيل. أنا من مواليد سنة 1968 شهر يناير، لي من الأخوة أربعة، أنا ترتيب الرابع من بينهم. نشأت طفولة حقيقة أفخر فيها لأنها كانت طفولتين، عشت طفولة في البحرين وطفولة في الكويت، بحكم أن والدي هو جاسم بن عبد الله بن علي الزايد، وزوجة عبد الله الزايد كانت كويتية الجنسية، فلذلك كان لأبوي أصول أيضاً من الكويت بحكم أنه خوالة من الكويت، فعشت فترة في الكويت ترعرعت أيضاً فيها. هني في البحرين طبعاً قضيت طفولتي أيضاً في المحرق اللي هي مسقط رأس أبوي وأجدادي. بعدها طبعاً استكملت جزء من تعليمي في الكويت، وكذلك المرحلة الجامعية أيضاً استكملتها في جامعة الكويت. طبعاً أهم مرحلة كانت في حياتي أني أنا كنت تخرجت في نظام بدال 4 سنوات في المرحلة الثانوية العامة، تخرجت فيها في 3.5 سنين، وكانت هذه أول تجربة تعمل في الثانوية في الكويت. استطعنا أنا وطالبة كويتية أن ننجزها أول طالبتين على مستوى الكويت، ويبت الحمد لله فضل من الله نسبة مئوية مرتفعة كانت 94.8، وكان بداية انتقالي يعني للمرحلة الجامعية. فلما بدأت على أساس نسجل طبعا كان الإقبال على دراسة القانون يعني في الكويت وايد مرتفعة، فكانت الفرص أكثر حق اللي يحملون طبعا الجنسية الكويتية. فوالدي رحمة الله عليه كان يشاركني كثير ان انا يعني ادخل القانون، لاني كنت مغرمه بشيء اسمه مهنه المحاماه. كنت من يوم انا في الثانويه قصص كان ابوي دائما يجيب لي اياها اسمها المقامرون الخمسه، منها بدايتها تولعت انا في القانون، ان كانت هي قائمه على اساس ان جريمه تحدث وبعدين هذه الخمسه كانوا بنتين وثلاث اولاد يعملون على حل القضيه. فكنت دائماً أقرأ المعطيات القضية في البداية وأكتب في ورقة خارجية توقعاتي منو بيكون يعني طبيعة هالجريمة وكيف بتحال وكذا، وبعدها أبتدي قراءة هالقصة. وأحلى شيء كنت أفرح فيه لما أبوي يستطيع أنه هو يجيب لي هذه النسخة من القصص، لأنها كانت تصدر من لبنان وكانت ندرة أنها تتوافر بحكم أن أبوي كان يعني
كاتب مسرحي والعديد من الأعمال الدرامية، أخذ من والده مسألة مهارة الكتابة والإنتاج. فبنفس الوقت أنه هو كان يحرص تماماً على أن أنا ينمي فيني مسألة القراءة. وكان طبعاً أول طموحي أنه يعني أفتح مكتب يكون للمحاماة، والحمد لله رب العالمين يعني استطاع تحقيق حلم والدي في هذا الجانب، لأنه كان دائماً يقول لي إن شاء الله يعني ربي يبلغني في يوم تخرجك، وإن أنا أكون أختار أنا نوع الإعلان اللي بحط لك وبحط اسمك، وبشوف إن أنت بتكونين أول وحدة من يعني عائلتنا الزايد إن تكون تعمل في مجال مهنة المحاماة. لكن الحمد لله يعني أنا قدرت أحقق حلمه، وإن شاء الله يعني دائماً يستشعر ويحس في الأيام يعني الهدف والحلم اللي تشاركت فيه إن أنا حققته بإذن الله سبحانه. أنا بالنسبة لي والدي رحمة الله عليه، يعني اللحظة اللي كنت أنا بيحضر تخرجي من الجامعة ويشاركني حلم تحقيق الطفولة، انحرمت منه، لكن يعني إن شاء الله هو في جناته وإن رب العالمين، وإن شاء الله هو حاس وعارف تماماً أنا استطعت بفضل من الله تحقيق هذا الأمر. وايد فقدت أبوي وأنا كنت في الكويت، وقت اللي كنا لازلنا باقي لنا شهرين يخلص الكورس. أكبر لحظة مؤلمة بالنسبة لي إن رحمة الله عليه كنت مكلمته في التليفون، فكان بيقول لي شيء، وبعدين قال لي تدرين عيلين وصلت البحرين بلاقيك وبقول لك يعني شنو أبي، وسكرتها. كانت آخر مكالمة يعني وصلت، يعني ما لحقت على أبوي، توفى لحظة يعني وصولي. فدائما حتى عشت فترة كلها أبي أعرف إيش كان يبي يعني مني، لكن الحمد لله الأيام والإيمان بالله سبحانه وتعالى كفيل أن إحنا نتجاوز هذه الأمور، ودائما ندعي له بالرحمة. وهو كثير علمني من الأمور اللي أنا اليوم أطبقها في حياتي تعلمتها منه. طبعا عادتي حق الأم، أنا يعني بالذات يعني إن شاء الله الله يحمي جميع أمة المسلمين ويرحم من توفاهم. أنا أمي يعني نور عيني اللي أشوف فيها في الدنيا، يعني كل لحظة عشتها في حياتي هي كانت جزء أساسي منها. يعني أي وقت أحسها موجودة معي، أي وقت أحتاجها لا زالت تكون معي، الصدر الحنون، خبرة، عندها خبرة في كثير من الأمور. ساعات لأن الواحد تضيع فيه حاسية بعض الأمور، أو يحس إن الدنيا يعني مو حلوة ماشية معاه، أو يحس شوية القلوب يعني حزينة بشيء معين، بس القعدة معاها خمس دقايق تيلي الخاطر. طبعاً بالنسبة لمهنة المحاماة هي من مهنة متأصلة يعني في نفسي من زمان، من يوم أنا حتى أدرس القانون علمتني القضايا اللي تعاطيت معاها على أرض الواقع، كيف الإنسان ممكن يعني يتقدم أو يتأخر في نواحي معينة. تعلمنا دائماً في المهنة أن مثل ما تعطيها تعطيك من سمعة وتعطيك من محبة كثير من الناس اللي أنت قد تتعاطى مع قضايا تكون من القضايا اللي لها جانب نفسي واجتماعي وإنساني مع الناس. أنا بالنسبة لي في قضايا يمكن من بداية مشواري لازلت أتذكرها، ولازلت موكليني أو أبنائهم على تواصل معي، لأن كان اللي حققناه معاهم تغيير حياة، مسار حياة بالنسبة لهم. الأمر الآخر أيضا في مجال المهنة أن هي علمتني الصبر، علمتني الحكم على الناس، وعلمتني أيضا أن في جوانب يعني لابد أن يعطى للإنسان فرصة فيها، خاصة في الأمور اللي تكون لها طابع أسري أو حتى طابع تجاري قائم يعني ما بين أشخاص حازوا على الثقة. أنا تعاطى مع جميع القضايا إلا القضايا الجنائية، أنا ما أحب أتعاطى مع القضايا الجنائية. يمكن أختلف مع بعض من زملائي في هذا الجانب، يعني ساعات أقول ممكن أن قضية يفلت شخص يكون هو صحيح في حكم المتهم،
ولكن هو مرتكب يعني للجريمة أو الفعل، وإن أنا بسبب ثقرة شيء في القانون استطعت إن أنا أخرجه منها، ما أبي يلازمني هذا الشعور يعني في حياتي. دكتورية، إحنا بداية معالي الرئيس يعني في هذا المرسوم رأينا عدد من المشاكل التي طرأت في مناطق التعمير والتطوير التي تكون خالية من البنية التحتية، والتي قد صادف كثير من المواطنين أيضا في مجال شرائهم لبعض العقارات التي تكون مبنية بقرض الإتجار والاستثمار، مشاكل كبيرة في مسألة عدم توصيل الخدمات الأساسية لتشغيل تلك الأماكن. سنة 2006 تشرفت بعضويتي في المجلس الشورى، طبعا هذا شرف بالنسبة لنا إحنا كسيدات من البحرين. دائما نقول يعني المرأة تقاس مدى تقدمها، مدى نظرة تواجدها في مراكز صنع القرار، تجمع بين أمرين، أول شيء توافر الإرادة السياسية، وثاني شيء أن تكون أرضية تشريعية موجودة تجيز لها حق المشاركة في الشأن العام. إحنا كنساء جدا مدينين لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لأنه فتح لنا فعلا بنصوص نوعية ودعم تواجدنا في المجلس المعين، وأيضا يعني هذه النظرة السياسية في تواجد المرأة في المجلس المعين أعطى للفئات المجتمع أنه يعني دفعة لكي تكون امرأة في المجلس أيضا المنتخب، وكان فرصة للتعرف اليوم هل المرأة في السلطة التشريعية كيف ممكن تعطي في هذا المجال. في سنة 2014 أيضا تشرفت أن أنا أكون من أحد اللي وافق مجلس الشورى على انتخابهم كعضو في البرلمان العربي. حقيقة كانت يعني عضويتي في البرلمان العربي من الإضافات بالنسبة لي، واستطعت أيضاً من خلال عضويتي في البرلمان العربي أن أنا أيضاً أشارك ويا زملائي في البرلمان، الأخ عبد الرحمن جمشير والأخ عادل عسومي والأخ عبد الرحمن بومجيد. حقيقة هم ثلاث رجال وأنا امرأة معاهم، لكن فعلاً طول فترة خدمتي معاهم في البرلمان العربي كانوا مثل الإخوان، سند وعون إن شاء الله يعني اليوم ودوم مثل ما يقولون. طبعاً المجلس الأعلى للمرأة يعني من ذو تأسيسه، وإحنا يعني نفخر بوجود هذه المؤسسة الرسمية المعنية بشؤون المرأة على مستوى البحرين والمنطقة إقليمياً ودولياً، يعني ونفخر أكثر أن من ترأس المجلس الأعلى هي صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، الله يعني يحفظها لنا. فعلاً أنا وايد يعني أعزها وأحترمها صاحبة السمو، لأن تشرفت بالعمل في المجلس الأعلى للمرأة، وكانت لنا عدة لقاءات معاها على مستوى اجتماعات يعني عمل. طريقتها في الاحترام والتواضع، وهي مستمعة جدا ممتازة، وأي فكرة تطرح كانت تعطيها حجمها وقيمتها وتسخر الآليات كيف ممكن تنفيذها. طبعا سنة 2016 بدأت تشغيل مركز سميته مركز دلال الزايد للتدريب، استهدف فيه طبعا كافة الدورات التدريبية. القصد صراحة بالبداية من إنشاء أن أنا كنت كثير يعني تم دعوتي على أساس أن إحنا نقدم شيء في مجال القانون بالقدر اللي أستطيع تقديمه حسب يعني انشغالاتي يعني ما بين العمل والمهنة. فبعدين لما درسنا الشارع يعني البحرين بالنسبة للدورات القانونية لقيناها كلش قليلة، فقلنا خلينا نسويها على أساس يكون شيء من المجال القانوني يعني نقدم فيه جانب، أيضا بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية تكون عامة في هذا المجال.
لما ترشحت في المجلس النيابي كانت هي الأولى من وقفت معي ودعمتني في تثقيفي سياسياً في وجودي اليوم في المجال السياسي. وجودها في برامج تطوير الكوادر السياسية النسائية في مجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة سياسياً آنذاك هو يعني سبب معرفتي فيها. شوف أنا عندي ثلاث أشياء أعشقهم في الدنيا. أول شيء البحر، هذا عشق بالنسبة لي. وأحب يعني هي أمر يمكن محبب ومقرب للرجال اللي هو الحداق، بس أنا وايد أحبه. أستمتع لما زوجي وإخواني مثلا يطلعون أنتظر رجعتهم عشان أشوف شو صادوا، ويعني وأحاول فعلا أحس إن الحداق يعني كل الريال يحب الحداق تحسه صبور وحكيم ويعني ويعطي شوي فسحة للواحد، لأن يعني الصيد شيء مو بسهل. ثاني شيء أحبه طبعا الشاي، طريقة عمل الشاي. يعني الشاي عندي شيء مقدس، إذا مزعلني وتبي تراضي لي بلقوطي شاي عندي في الدنيا كلها. الناس تجمع أشياء، أنا من هواياتي تجميع جميع أنواع الشاي. عندي يعني مكتبة خاصة، خزنة يعني محافظة عليهم، من وين شريتهم، شنو أنواعهم. أكثر أصدقائي ومن أهلي اللي يحبوني أيضا لما يروحون أي مكان يجيبون لي شاي، فوايد أخزن أنواع الشاي وأتفنن في عمله في كافة أنواعه. ما له وقت عندي، ممكن ليل، فجر، صبح، ظهر، أي وقت. يعني ساعات أقعد من النوم بس عشان أبي أشرب شاي. طبعاً بالنسبة لي أيضاً القانون يعني وايد عشق طفولي عندي، لازلت أعيش بالطبيعة القديمة للقانونيين. أحب القراءة، ما استقنيت عنها. الكتاب صديقي يعني القانوني. عندي كم مكتبة في مصر دائماً أحب أروحها مع أنهم صغار وتحت مثل ما يقولون في البدروم عندهم، بس بعد أنزل لهم وأتصفح الكتب النادرة الحديثة، أجمع الكتب. أحب الورق، يعني أحب يعني حتى الحين في المجلس تغيروا إلكتروني، إلا أنا وكم من واحد من الأعضاء لازلنا نحب الورقي. وجدتها هي شخصيتها شخصية متعاونة جدا، شخصية تحب تعلم وكأنها مدرسة. الناس اللي درسوا تربية واللي درسوا مدرسات لمواد مختلفة في مدارس التربية والتعليم عندهم هذه المبادرة إنها هي تحب تعلم وتشوف نتاج التعليم مالها. فأنا يعني اختلفت الموازين علي، كونها محامية تترافع ويعني تحاول حصول مثل ما تقول حقوق الناس من خلال مرافعتها في قضايا معينة، إلى شخصية تعليمية ومعلمة. طبعاً أنا زوجي شخص جداً يعني أنعم الله يعني علي وأكرمني إني يعني حظيت هو يعني طبعاً بيني وبينه قرابة. أول شيء هو ابن ولد خالتي وهو الفاضل فيصل أحمد المناعي. طبعاً الحمد لله برب العالمين إنه هو كان
يعني بحكم أنه هو كان يعني ضابط في قوة دفاع البحرين، فيعلم تماماً الالتزام ويعلم الواجب ويعلم المسؤولية. هذا جزء من اللي خلاه يتفهم طبيعة العمل اللي أنا مقبل عليها. كان يساندني في القرارات الصعبة لما أتخذها، كان البوصلة والميزان بالنسبة لي في أمور يعني ساعات لما أكون يعني تعجلت فيها أو ما أعرف أتخذ فيها قرار، أو يمكن عاطفتي كامرأة تقلبني شوي، يعمل لي خط رجعة، يعطيني الأساسيات اللي لازم أداوم فيها، كان يعذرني على كثير من الأمور اللي يعني أقصر فيها مثلا في البيت، وهو يعرف أن أنا أبذل طاقتي وجهدي عشان أن ما أكون خاصة في نطاق مهاتنا الكبار في السن، ما بيهم يقولون طول الوقت هي برا محد عيالها ما كانوا يعني هاللون، أو ناقص في البيت هاللون، أو بيتها ممرتب شغلها منظيف. فكنت من أرد أشتغل يعني مضاعف في البيت علشان أن أنا أبين أن أنا فعلا يعني مو يهموني الناس بقدر ما يهمني أنه هو يكون فعلا أن أنا ما قصرت في حقه. طبعا كثير من الأمور على المستوى يعني المادي، على المستوى النفسي كان معاي. أنا تعرضت يمكن لحادث مروري صعب في حياتي، استغرق مني يعني 6 أشهر على ما استطعت أن أنا يعني أواجه فيها نفسي قبل ما أواجه فيها الناس. فكان فعلا فعلا يعني أعطاني ثقة يعني كبيرة في نفسي في الوقت اللي أنا يعني ممكن كانت إصاباتي أكثرها في الرأس، فكنت مضطرة أن أنا نصف شعري محلوق يعني مو موجود، فكان يتعامل معي كأن أنا ما فيني يعني شيء. هذا الجانب الإنساني اللي فيه علمني أنه هو يعني ينظر للمعدن للنفس، ما ينظر للشخص اللي مشاهده هل هو جميل أو قبيح في ذاك الوقت. لم نكن نراها كمحامية متدربة، كانت وما زالت لها حضور شخصي ورأي ثاقب يثلج السر ويقنع القاضي والخصم، وبذلك أنا ممكن أن أطلق على دلال الزايد اسم المحامية المبدعة المجتهدة. أنا طبيعتي يعني سواء على مستوى أفراد ولا مستوى جهات، أي شيء يطلبون مني أن أشارك فيه ما أقول لا، كلمة لا ما تدور عندي حتى لو على حساب نفسي. يمكن يعني الموجودين يعرفون تماماً هذا الجانب، إيش حال لو كان البلد يعني في أي مشاركة تكون ضرورية سواء على المستوى السياسي القانوني الاقتصادي، ما تقدر تقول لا إذا طلب منك. بالعكس، متى طلب وين ومدته وكيف، هذا يظل ترى المشاركة في الشأن السياسي والمشاركة في الشأن العام منصوص عليك أحد الأمور المبادئ الدستورية. لمن أي شخص يكلف في هذا الأمر يعتبر تكليف وتشريف، كما إحنا دائما نقول التقاعس عنه أنا أعتبره هذا يعتبر يعني تخاذل وخيانة للبلد، لأن البلد من حقها تحتاج لك في أي وقت،